بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خلي بالكم من ولادكم. النهارده عاوز أكلمكم عن أصحاب أولادكم. في أهالي بيقولوا إحنا ملناش دور في الحتة دي. الحقيقة لا، ملكوش حق تقولوا كده. أصدقاء أولادنا هيلعبوا دور كبير قوي في مستقبلهم وفي تحديد مسارهم الأبدي. لو أصدقاء أولادك يعني ناس عاقلين روحيين معتدلين هياخدوا ولادك في سكة، ولو عيال أصحاب ولادك بنات أو أولاد بتوع الدنيا قوي ودماغهم راح في حتة غلط، انت كده سايب ابنك يتشبه بيهم. النهاردة لازم نعترف انه بعد 8-9 سنين دور الأصدقاء لا يقل خطورة عن دور الأهل والمدرسة والكنيسة، وساعات يكون هو الدور الأكثر تأثيرا. وممكن صديق في 10 سنين يلخبط دماغ ابنك، أو صديقة تلخبط دماغ بنتك، وتبقى تدفعي ثمن الكلام ده 10 سنين بعد كده. طب إيه دورنا؟ هل أنا لازم أقول لابني صاحب ده وما تصاحبش ده؟ لا، هي بتبتدي بدري عن كده. وإحنا بنبرمج عيالنا وهم في أول 5 سنين دايما بشاور له على الحاجة الحلوة اللي في الناس، وبحذره وبخوفه من الطباع الوحشة اللي في الناس. فيبقى الطفل عنده ميل طبيعي بيتكون يوم بعد يوم، بيحب قوي الولاد اللي بيروحوا الكنيسة بانتظام، عشان ماما قالت كده من بدري، ودايما تقول دول ولاد حلوين قوي، واللي بيحبوا الألحان، واللي ما بيكذبوش أبدا، واللي ما بيتخانقوش، واللي ما بيضربوش بعض، واللي شاطرين في المدرسة، واللي دايما يسمعوا الكلام. أنا بشاور على الحاجات اللي تشد انتباه ابني، هم دول اللي عاوزهم يبقوا صحابي، بحيث يقلق من الشخص اللي عكس كده، فطبعا مش هيميل ليه. يبقى وإحنا بنمجد المبادئ الحلوة بساعد ابني إنه يتجه الاتجاه ده، هو يبقى فيه الطبع ده، ولما يختار يختار عيال صحابه من نفس الاتجاه، من نفس الجو. لكن لما بسيب ابني يتصاحب ويتعرف وتكتر العلاقة وانا بتفرج، لا بتفرج ازاي؟ طيب افرض ابني ابتدى يتأثر بصديق في المدرسة، اولى تانية تالتة ابتدائي، انا مش مرتاح للصديق ده. هنا بسرعة ببتدي اعمل احلال هادي، ولاد عمامه ولاد خلانه نفس السن ودول اقرب لي وأعقل، أخليهم يتواجدوا أكتر، أركز معاه وأنا صاحبه أكتر لغاية ما أخلعه من الصداقة اللي داخل عليه. أبتدي أشاور له على ناس تانية في الفصل وفي الكنيسة وأزود العلاقة بيهم، أجيب العاقلين دول هم اللي يجوا البيت عند الشخص اللي أنا قلقان منه ده، أتجنب أنه يروح له البيت أو يجي عندنا البيت. يبقى أنا بعمل فلترة أول بول من غير ما أقول له ده غلط وده صح، لأنه هيدخل في سن عند على 10 سنين لا أنا حر أختار أصحابي. يبقى من الأول بعلمه يختار أصحابه، ولما بيدخل صديق مش مرتاح له ببتدي أحط حدود كده بشكل هادي حكيم، بحيث أسحبه تاني في الاتجاهات السليمة. طبعا هنا مدارس الأحد بتلعب دور مهم، لأنه لما يطلعوا الأطفال مصدقين بعض جوه الفصل وبيحبوا الخادم بتاعهم، أو البنات يحبوا الخادمة بتاعتهم، متربين في جو روحي، دول أغلى أصدقاء، ودول ممكن يدوموا للعمر كله، ودول أصدقاء يمكن زي ما قال الكتاب يوجد صديق ألصق من الأخ. أحيانا الأصحاب دول يحموا ولادك لما يبعد ما يسمعلكش، يسمع لأصحابه اللي متربيين معاه، اللي كانوا بيصلوا مع بعض ويطلعوا المؤتمر مع بعض. إذن هنا دور الأصدقاء لازم يشغلنا إحنا ككبار، لازم أركز في اختيار أصدقائي. صدقوني في أباء وأمهات عاقلين يختاروا حتى المدرسة مش الأغلى والأكبر والأكثر ثقافة، يختاروها من منظور مين المدرسة اللي هتجيب لي أصدقاء عاقلين عشان ابني ما يتلخبطش. لأنه الأهم من التعليم أحيانا يكون دور الأصدقاء في تشكيل الإنسان. تعرفين في عيال بتبقى بيوتهم لخبطة، فطالعين عندهم عدوانية، عندهم لسان ملخبط، عندهم أفكار غريبة قوي، عندهم إلحاد مبكر. أنا ليه أدخل ابني عرضة لكل الخبرات السيئة دي بدري؟ طب ما أنا أختار بقدر الإمكان الفيلد أو المجال
اللي يأخذ منه ناس عاقلين ما يتعرضش للناس المتعبين. موسى النبي لما طلع في القصر لقط كتير من جو القصر، أكيد ده مصادق فرعنة يعني، فطلع عنده حتة الكبرياء في الأول وحتة الثقة الزيادة بالنفس بطريقة مش سليمة، كان ناقصه تواضع، مفيش تواضع في تربية الفرعنة. لكن ربنا عشان يعدل المسار فصله خالص وفطمه عن الحياة الأولى وخدوا راعي أغنام وبرمجوا برمجة جديدة وتعلم التواضع وبقى أصدقاء وشوية الغنم وشوية الرعاة، في الآخر طلع لنا قديس عظيم. لكن البرمجة الأولى رغم أنه أمه كانت حاطة في بذرة إيمان حلوة، لكن واضح أنه جو الفرعنة أثر على تفكيره وعشان كده فشل في الجولة الأولى. مثل مشهور قوي عندنا في الكتاب رحبعام، ابن سليمان الحكيم يطلع غشيم، حاجة غريبة جدا. ده سليمان ده علم الأجيال الحكمة وقايل كلام حلو في الأمثال وفي الجامعة، طب ليه بقى يطلع ابنه بالسذاجة دي أو بالغشم ده؟ ده بسبب أصدقائه. كلكم عارفين لما رحبعام قعد على الكرسي جم الشيوخ الأفاضل الناس الكبار قالوا له أبوك كان شديد على الناس وانت داخل جديد خف شوية، حكمة. أصحابه بقى اللي هم من جيله وعيال صغيرين واضح ان هم بيكلموا لغة ما فيهاش خبرة وما فيهاش إحساس بالآخر، وما قالوا له لا لا ده انت تخوفهم، الناس دي لازم تخاف. فسخنوه وخد الكلام زي ما هو وقالوا. الحقيقة مشورة الأصدقاء قسمت المملكة وفضلت المملكة مقسومة لغاية زمن المسيح بسبب مشورة الأصدقاء. فسليمان أخطأ خطية كبيرة إنه ما كانش مركز مع رحبعام في تربيته وما كانش موعي إنه الكبار خبرة برضو حكمة لازم نسمع لهم، مش أي واحد يقول لك حاجة تمشي وراه. الدرس البسيط ده سليمان ما قالوش لرحبعام. فرحبعام بعد ما أبوه مشي هو ادى دماغه لأصدقائه، وطبعا ما أكثر الشباب اللي ضاعوا بسبب الأصدقاء. ما نقدرش نعفي نفسنا كأباء وأمهات ونقول وإحنا كان دورنا إيه، لا ده دورنا من بدري نخليهم يفكروا صح عشان يختاروا أصحاب صح، ونتدخل مع الأصدقاء المبكرين لما يكون في عيوب واضحة قدامنا، ما استناش وأقول معلش دول عيال، لا مش عيال، من 6 7 سنين التشكيل بيتأثر، وطبعا الطفل اللي أساسه مختلف كتير هيأثر على ابنك وعلى بنتك وممكن يدخل في خبرات سيئة جدا، لازم نلحق نفسنا. كمان لما نكون احنا كبار لينا أصدقاء روحيين، تصوروا بقى أن أب وأم عندهم كذا خادم وخادمة أصدقائهم ببيوتهم، فالعيال طالعة في الجو الروحاني ده، ده شكل جميل بقى. يبقى الكبار أصدقاء وأصدقاء روحيين وعاقلين، وعيالهم كمان متربين. يوم ما بنتجمع بنصلي قبل الأكل بنقول فلان حفظ لحن تعالوا نسمعه، فلانة رسمت رسمة جميلة لأمنا العذراء نتفرج عليها، هنعمل عيد ميلاد لكن لازم نوزع الأكل على حبايبنا اللي ما عندهمش أكل. فيبقى جو العيلة والأصدقاء الروحيين للكبار بينعكس على الأطفال، يبقوا هم كمان شلة في بعضيهم. يا بختهم لما بيتحاموا في بعض كأطفال طالعين في وسط زي ما سماه القديس بولس وسط جيل معوج وملتوي، تكونوا بلا لوم وبسطاء تنيرون كأنوار في العالم. يبقى أولادنا عشان متحامين في بعض وأصدقاء من الطفولة وفي جو روحي يقدروا يطلعوا مختلفين عن الدنيا كلها. صدقني أجمل هدية تساعد في اختيارها لابنك لما تساعده في اختيار صديق مفيد، صديق روحاني عاقل. انت اديته هدية عمره، دي اغلى من اي هدية ممكن تجيله. خلي الموضوع ده يشغلنا احنا الكبار، نساعد ولادنا يختاروا اصدقائهم، هنرتاح قوي من مشاكل كنا ممكن ما نقدرش نحلها بعد سنوات، ونقول يا ريتنا كنا من بدري واعيين للنقطة دي. ربنا معاكم. ليه ربنا ما كانش خلصنا من الشيطان وخلصنا؟ أو الناس الأشرار كان يجي واحد مثلا يعمل شر تقوم إيديه تقف أو يقع ميت، كان ربنا يمنع الشر ده خالص ويسيب الخير بس اللي شغال؟
ربنا ما يقدرش يعمل كده. لا ما يقدرش، انت اكيد غلطت يا ابونا في كلمة ما يقدرش دي. ربنا يقدر على كل حاجة. ايوة ربنا يقدر على كل حاجة الا انه يناقض نفسه. تقولي مش فاهم، اقول لك مثال. لو سألتك هو ربنا يقدر يكذب، هتقولي ما ينفعش اقول ما يقدرش، بس برضو ما يقدرش اقول انه بيكذب. الحقيقة الاجابة ما يقدرش يكذب لان هو صالح، فما يقدرش يعمل حاجة عكس صلاحه. نفس الكلام، ربنا محب والحب يقتضي الحرية، فربنا ما يقدرش يسلب الحرية بتاعت الإنسان. أقول لك تشبيه، زوج وزوجته. الزوج بيحب زوجته جدا جدا، ومن كتر حبه ليها اداها الحرية. عارفين لو هو مش بيحبها كان قفل عليها الباب وخد منها مفتاح العربية وقال لها ممنوع تبصي من الشباك وممنوع حد يشوفك. هو الحقيقة بيحب نفسه مش بيحبها. لو بيحبها هديها حرية. الحب يقتضي الحرية، يسيبها على حريتها، هو كله ثقة فيها وهيلملم وراها لو غلطت. ده قمة الحب. ربنا كده بيحبنا جدا، فادانا حرية جدا وهيلملم ورانا، هيصلح أخطأنا، لكن لازم يدينا الحرية. لو سلب مننا الحرية دي يبقى هو مش صالح. عشان كده فهمته لما قلت لكم ما يقدرش يسلب حريتنا. ما ينفعش ربنا ياخد حريتنا لأنه هو صالح. عشان كده احنا بنقول في القداس آية جميلة أو صلوة جميلة، نقول له يا رب بديك حريتي وبكتب أعمالي حسب وصاياك. أنا اللي بديك حريتي. ممكن، لكن إن ربنا ياخد مننا حريتنا لا. ده مكتوب في إنجيل مرقس آية غريبة، سيد المسيح دخل مدينة يعمل فيها معجزات، لكن اتقال لم يقدر أن يفعل ولا آية واحدة عشان قلة إيمانهم. لم يقدر؟ آه لم يقدر، ما يقدرش يكسر حريتهم. هو إذا أنا واقف على الباب أقرع، إذا فتح أحد. فربنا ساب الشيطان لحريته، وساب آدم يأكل من الشجرة، وساب حواء تسمع للشيطان، وبيسيبنا كل يوم نعمل اللي في بالنا، وهو يحذر ينذر يلملم ورانا، يخلي الأمور تعمل للخير لأنه هو صالح، لكن يمنعنا لا، لأنه سايب الإنسان لحريته. أقول تحملي يا سيد المسيح، أسأل قبولي حتى أستريح. فأقول تحملي يا سيد المسيح، أسأل قبولي حتى أستريح. من أعماق قلبي أنا أناديك، فما لك حبي يا ربي أهديك. من أعماق قلبي أنا أناديك، فلك حبي يا ربي أهدي. لا أكف لحظة عن البكاء، أبلل فراشي في كل مساء. لا أكف لحظة عن البكاء، أبلل فراشي في كل مساء. من أعماق قلبي أنا أناديك، فلك حبي يا ربي.
يهديك من أعماق قلبي أنا أناديك فلك حبي يا ربي أهديك أسرق بنورك في فجر جديد اغسلني بدمك واجعلني سعيد أسرق بنورك في فجر جديد اغسلني بدمك واجعلني سعيد من أعماق قلبي أنا أناديك فلك حبي يا ربي أهديك من أعماق قلبي أنا أناديك فلك حبي يا ربي أهديك. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مش هيسيبك. الحقيقة في فترة الصيام بنتمتع بقرايات النبوءات، وعندنا شخصيتين شغلوني الفترة دي وأنا بفكر معاكم في كمية الألام والأوجاع والأحزان والشكاوى والشكوك. لقيت أنه أكتر اتنين حاسين بالناس قوي هم أرمية وأيوب. الاتنين بيعيطوا والاتنين موجوعين قوي، وإن كان ده موجوع الشعب اللي داخل على خراب وسبي وموت بمئات الألاف، والتاني موجوع جدا على ولاده وعلى ماله وعلى حاله وعلى صحته. بس الاتنين مدينها بكاء وعويل، وعندنا مراثي أرمية بتقابلنا، وعندنا بقى حوار أيوب ده شغلنا طول الصيام. أنا حاول أتخيل حوار بين اتنين يعني بيتبادلوا النواح والشكوى. أنا الوعظة دي مش هتطلعوا منها بحاجات كتيرة قد ما هي هتقول لنا بس إنه رجال الله وأنقى ناس وأقدس ناس في التاريخ وأغلى ناس عند ربنا حسوا بيكم وبكوا معاكم وقالوا اللي انتم مش عارفين تقولوه كمان. فتعالوا نعيش شوية كأننا حوار بين أرمية وأيوب. هبتدي بأرمية الأول. رغم أن أيوب أقدم، اللي عاوز يفهم تاريخيا أيوب ده حوالي 1800 قبل المسيح، في زمن مثلا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، كانش لسه في شريعة ولا موسى ولا. إنما أرمية لا، ده قبل السبي، يعني إحنا في القرن الخامس والسادس قبل المسيح، فبينهم أكتر من 1000 سنة. لكن الاتنين غالين على ربنا جدا وليهم كتب مقدسة في العهد القديم ومحبوبين من كل الآباء ومن فكر الكنيسة. أرمية 10 بيقول إيه؟ اجمعي من الأرض حزمك أيتها الساكنة في الحصار، لأنه هكذا قال الرب: ها أنا دارامي من مقلاع سكان الأرض هذه المرة وأضيق عليهم لكي يشعروا. هو عرف أن ربنا ناوي يضيق على ناسه، وأنه الناس هتلملم في حالها بالعافية كده من كتر الخراب اللي هيحصل. هو سامع كده وعمال يقول للناس توبوا ما بيتوبوش، فيقول إيه؟ ويل لي. هو يعني اللي جه عليه بقى يعني يا ويلي. طب يا حبيبي انت لوحدك ماشي مع ربنا، ولا ليك ولا لا عليك، وانت مش قادر يشوف كل الناس هتتوجع الوجع ده كله ويسكت. ويل لي من اجل سحقي، ضربتي عديمة الشفاء. ودي لسه سامعها من حد قال لي انا ضربتي دي، ضربة دي ملهاش حل، اللي راح مني ده مش ممكن يتعوض مهما حصل. هو الكلام ده قالوا القديسين: ضربتي عديمة الشفاء، فقلت إنما هذه مصيبة فأحتملها. يعني بقى يحايل نفسه يقول طب استحمل مصيبة زي أي مصيبة، استحمل يا أرمية.
خيمتي خربت، كل أطنابي قطعت. يعني إيه؟ الخيمة خربانة والأطناب اللي هي اللي كانت بتشد الخيمة تقطعت كلها، يعني بتخرب. بني خرجوا عني وليسوا، راحوا ما رجعوش، زي أيوب، عيالي راحوا ما رجعوش. ليس من يبسط بعد خيمتي ويقيم شققي، يعني خلاص مش هتقوم تاني الحكاية. فين إحساس المرارة بتاع أن السعادة راحت مش هترجع، وأن الناس اللي راحت دي مش هترجع، وأن الخراب ده أصعب كتير من أن يحتمله إنسان. طب ده أرميا بيتكلم بالروح القدس، الروح القدس نطق واحد من أغلن الناس عند ربنا بمشاعرنا بأوجعنا، فقال ويل لي من أجل سحقي، يعني أنا ربنا سحقني كده وضربتي عديمة الشفاء، وقلت طيب خلاص مصيبة استحملها مش قادر استحملها. إذن أحبائي ساعات تبقى في خسائر فعلا مهما قلنا للناس، صدقوني لازم نسكت لأن الكلام ما يريحش. مش ممكن وجع أم فقدت ابنها أو زوجة فقدت زوجها، ولا حد خسر كل حبايبه، مش ممكن تعرف تقول كلام يريح يعني. فهنا بيقول قلت، واحد بيحاول نفسه أنما هذه مصيبة فأحتملها، لكن أي واحد مجرب زي كده بيبقى عنده أسئلة مش راضي تطلع من دماغه، وجعاه وما عادش فينا بيعرف يجاوبه. طب ليه حصل كده؟ طيب أستحملها إزاي؟ طيب إشمعنى أنا؟ دول ثلاث أسئلة صدقوني ما شفتش حد من اللي عندهم تجارب شديدة مش بيفكر فيه، حتى لو بيصلي كتير ويصوم كتير ومسلم لربنا السؤال متعب. ليه؟ طب أعمل إيه؟ طب وش معنى؟ ودي عدت على كل الأبرار المتضايقين. في نفس الإصحاح أنا شغال أرميا الأول، فبيقول إيه بقى؟ عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، يعني الإنسان ما يفهمش سكته، الواحد فينا ما يقدرش يجاوب على نفسه، ما يعرفش حياته ماشية إزاي، ما يقدرش يرسم خطته للمستقبل. أنا عرفت خلاص إنه ما أقدرش أحط بكرة يمشي إزاي. ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته، يبقى الواحد فينا لا يعرف بكرة ولا بعد بكرة ولا يقدر يعني يتخيل مستقبل. خلاص يا رب شفتها واضحة، فيش داعي بقى إيه للأحلام البعيدة وللتخيلات الكتيرة، أنا مش عارف أنا رايح فين بعد اللي شفته ده. إذن في معرفة دخلت هنا اسمها أنا عرفت إن أنا صغير قوي، وإننا يعني كنا بنقول هنروح ونعمل ونجيب ونشتري ونحط، طلع إن إحنا إيه، عرفت يا رب، عرفت إن البني آدم ده ملوش إنه يقول كده يعني. في نفس الإصحاح أرمية 10 أرجع شوية كده، هو بيتأمل في ربنا وموجوع جدا على شعبه لأنه بيحب الناس جدا وشايفهم شباب هيموتوا بالألاف وهتترملوا أرامل كتيرة جدا وعيال صغيرة هتموت وهتيجي مجاعات بسبب السبي ده، حاجات صعبة جدا هتاخد ألاف. يقول صانع الأرض بقوته، مؤسس المسكونة بحكمته وبفهمه، ودي بنقول على فكرة في قراءات البصخة خلي بالكم جمعة كبيرة، صانع الأرض بقوته مؤسس المسكونة بحكمته بفهمه بسط السماوات، إذا أعطى قولا تكون كسرة مياه في السماوات، ويصعد السحاب من أقاصي الأرض، صنع بروقا للمطر وأخرج الرياح من خزائنه. هو ليه بيقول كده؟ عاوز يقول ربنا ده كبير قوي، ده السماء والأرض شايلها شايل، ده هو اللي بسط السماء وهو اللي مخزن المية وهو اللي بيعمل الرياح، بلد كل إنسان من معرفته. يعني الإنسان عشان يقول عارف ربنا لا لا لا، مهما قلنا لا لا، احنا بلدة يعني بليت في معرفتك يا رب، يعني انا صغير قوي. ده اللي قاله بقى ايوب في اخر السفر، قال له طلعت ما اعرفكش، فانا بليد لانه انت كبير قوي ان انا اعرفك. بلد كل انسان من معرفتي خاديه، كل صائغ من التمثال، يعني الناس راح تعمل تماثيل تجري ورا فلوس وتجري ورا مناظر ومش شايفين التجارب والالام اللي جايه دي. كنا مع ارميا، هروح شوية لأيوب وارجع لأرميا. أيوب بقى كان خلاص فاض بيه، وابتدوا صحابه يحاولوا يقولوا له كلام أنشط فيهم، يعني ما استحملش، قد كرهت نفسي حياتي
سيبوني وسيب شكواي، يعني ما حدش يحسني، سيبوني اقول اللي انا عاوز اقوله. انتوا هتقعدوا تقولوا لي ما يصح وما يصحش، فاضل ايه؟ سيبوني اطلع. انا كرهت حياتي اساسا، وسيب شكواي، اتكلم في مراره نفسي. عشان كده ايوب بيعبر عن مراره ناس كتيره قوي يمكن ما عندهاش القدره على التعبير. قائلا لله لا تستذنبني، ليه مطلعني مجرم كده؟ ليه عملت فيه ده كله؟ قد كده انا وحش؟ فهمني، لماذا تخاصمني؟ الاسئله اللي قلناها، ليه لماذا تخاصمني؟ احسن عندك ان تظلم؟ طبعا ممكن واحد يقول لا ايوب عيب ما تقولش كده، عيب تقول لربنا ظالم، بس هو طب ده احساسه، انا اتظلمت كتير قوي اللي حصل. احسن عندك ان تظلم؟ ان ترذل عمل يديك، تكره حاجه عملتها بايدك؟ طب انا حاسس انك بتكرهني دلوقتي. وتشرق على مشوره الاشرار، ما دي كانت تعبه ارميه برضه، انه في ناس مرتاحه وحياتهم باين عليها الشر اكتر مننا كتير، حاجه تلخبط بصراحه. وبعدين الك عين بشر؟ يعني انت ممكن يضحك عليك؟ ممكن مثلا يعملوا حاجه يضحكوا عليك كانهم ناس كويسين فانت تتغش؟ معقول؟ ام كنظر الانسان تنظر؟ ايوب بيحاور الله، صعبان عليه. أيامك كأيام الإنسان، يعني لو عمرك صغير زينا كنت أقول حكمك غلط، بس أنت مش عمرك صغير ويطلع حكمك غلط. أم سنوك كأيام الرجل حتى تبحث عن اسمي؟ وقف لي على الغلطة، تفتش على خطيتي. إذن أيوب راح أخذ بينا في حتة تاني، أنه ليه ده كله واستحمله إزاي؟ وإذا كان بسبب خطيتي طب عملت إيه في الدنيا عشان يستاهل كل العذاب ده؟ في نفس الإصحاح أيوب 10، أنا ابتديت أرمية 10 ورحت أيوب 10. لماذا أخرجتني من الرحم؟ دي كلمة صدقوني بيحس بيها كل متألم، يا ريتني ما اتولدت، يا ريتني ما عشت يوم في عمري، يا ريت كل ده كان يختفي كأني ما جيتش الدنيا دي خالص. مش بس يا ريتني أموت، ما هي دي معروف، لا ده كمان يا ريت القصة ما كانتش ابتدت خالص. يعني أم مرة تقول يا ريتني ما جبت عيال، طيب مش بعد ما أجيبهم أشوفهم يموتوا قصادي؟ يا ريتني ما اتجوزت، بعد ما اتجوزت وحبيت الراجل يروح مني؟ كلام صعب. لماذا أخرجتني من الرحم؟ كنت قد أسلمت الروح ولم تراني عين. كان من سكات كده وأنا في بطن أمي كنت مت وخلصت. كنت كأني لم أكن فأقاد من الرحم إلى القبر. ده بيتمنى لو الزمن يرجع وتبقى القصة كده، يعني إيه بسقط في بطن أمه وخلاص. أليست أيامي قليلة؟ أترك كف عني فأتبلج قليلا، يعني إيه؟ كفاية كف عني، عاوز أرتاح، عاوز أخد نفسي أو خدني، عاوز أرتاح بأي طريقة لكن مش قادر أعيش في الجو ده. طيب نروح لأرمية، هما بيتبادلوا بالمراسي والبكاء. فبيقول ايه ارميا؟ على الجبال ارفع بكاء، يعني عاوز يعيط انطلع في حته عاليه عشان يبكي قدام ربنا بس. ومرساه على مراعي البريه ندبا، عارفين اللي بيندب؟ فارميا قلبه وجعه جدا لانه ده هيشوف الاف الارامل والامهات الثكلى كل ده هيشوفه، هو اب طيب قوي كل الشعب ده عياله. فإن كان أيوب موجوع على أسرته، أرمية موجوع على شعبه. على الجبال أرفع بكاء ومرثى على مراعي البرية ندبا لأنها احترقت، كل المراعي دي اتحرقت. فلا إنسان عابر ولا يسمع صوت ماشية، من طير السماوات للبهايم هربت مضت، يعني الدنيا خربت خالص. وهي فعلا بعد السبي أورشليم دي بقت مهجورة تقريبا، لا تسمع صوت موسيقى ولا صوت رأس ولا صوت الأفراح ولا التجارة ولا الشوارع فضيت والدنيا خربت وكل بيت فيه عويل وحاجة صعبة أوي. أجعل أورشليم رجما كأنها شوية حجارة، ومأوى بنات آوى، يعني التعالب والديابة سكنوا خلاص، ما هو ما فيش بشر. ومدن يهوذا أجعلها خرابا بلا ساكن، من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه؟ يعني يا رب يمين يبقى عنده حكمة يفهم ده كله، ليه ده كله؟ ليه الوباء الشديد ده؟ ليه كمية الناس الضحايا اللي راحت دي؟ طيب برضو الحكمة فين ورا ده كله؟
الذي يفهم هذه والذي كلمه فهم الرب فيخبر. طب اللي ربنا قال له حاجة يقول لنا إيه اللي بيحصل. لماذا بادت الأرض واحترقت كبرية بلا عابر؟ فقال الرب على تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا به. طبعا في ناس ما بتحبش هذا التفسير أن ربنا بيقول من كتر الشر بيحصل ده كله. لكن مش كل شخص راح السماء كان شرير إطلاقا، في قديسين كتير ولا كل واحد تألم، لا، ما الألم بتيجي للقديسين. لكن في حكمة عالية من وجود هذا الألم في العالم، دعوة للتوبة. يبقى كنا مع أرمية 9، نكمل أرمية 9 بيقول إيه. هكذا قال رب الجنود، تأملوا وادعوا النادبات فيأتينا. يعني إيه؟ وعودوا كده فكروا ليه بيحصل كده. يبقى أرمية ودموعه في عيني عمال يقول لنا طب ما نقعد سوا نفكر، طب ليه بيحصل ده كله. تأملوا وهاتوا اللي يبكوا معاكم، هاتوا النادبات وارسلوا إلى الحكيمات فيقبلنا. يمكن حد عنده حكمة يقول لنا حاجة تهدينا. يسرعنا ويرفعنا علينا مرثاة، يعني كل اللي هيجي يشوف حالنا هيبكي معنا. وده اللي عملوا أصحاب أيوب لو تذكروا، أول أسبوع ما قدروش ينطقوا من كتر المنظر الصعب. الراجل يا عيني اتعدم خالص وجسمه اتسحل خالص وقرح ضربه من رأسه الرجلي، ولا في فلوس ولا في عيال ولا في زوجة، كله راح. تذرف أعيننا دموعا وتفيض أكفاننا ماء، يعني يلا نبكي مع بعض يمكن البكاء المشترك يريح. لأن صوت رثاية سمع من صهيون. كنيسة لازم تبكي على أولادها، كنيسة لازم تشارك كل الناس الدموع، ودموع الكنيسة غالية عند ربنا. سمع من صهيون صوت رثاية، كيف أهلكنا خزينة جدا لأننا تركنا الأرض لأنهم هدموا مساكننا. ده أرمية. اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب ولتقبل آذانكم كلمة فم، علمنا بناتكن الرثاية. طبعا معنى صعب، يعني يعلموا العيال يبكوا، هي مقصود بها علموا بعض التوبة قبل ما تيجي الأيام الصعبة. لأن الموت طلع إلى كوانا، يعني الموت طلع كده زي حاجة بتتسلق الحيطان ودخلت البيوت. فاكرين الملاك المهلك ما كانش يقدر يدخل، لا، هنا الموت طلع إلى كوانا، دخل قصورنا ليقطع الأطفال والشبان من الساحات. تكلم هكذا يقول الرب، وتسقط جثة الإنسان كدمنة على وجه الحقل، يعني بقت الجثث كده إيه، كترت قوي ما حدش باصص لها. وقبض وراء الحاصد، عارفين الحاصد لما يكون شايل الحصاد ويقع منه شوية قبضة شوية يعني شعير ولا حاجة ما يبصش عليهم، بقت الجثث كده. طيب نروح على عمنا أيوب. يرد على أرمية يقول له لو دعوت فاستجاب لي. أنا دلوقتي سبت 10 ورحت ل9 وباخد من أرمية شوية ومن أيوب شوية. فهنا أيوب 9 يقول إيه، لو دعوت فاستجاب لي لما آمنت بأنه سمع صوتي. عارفين اللي يقول أنا بقيت أشك في روحي خلاص، يعني يوم ما بصلي وبلاقي استجابة برضو لا، ما أنا خلاص ما بقيتش فاهم حاجة، بقيت متشكك، ما يمكن صدف. عارفين بقى اللي تخبط جامد قوي تلاقي مخه لف كده. فبيقول حتى لو سمع لي أنا ما بقتش مصدق، لما آمنت أنه سمع صوتي. ذاك الذي يسحقني، ما هو بعد ما سحقني ما بقتش قادر خلاص أثق بالعاصفة، ويكثر جروحي بلا سبب، لا يدعني أخذ نفسي. تعبير فظيع، لما تيجي ربنا يحمل كل تجارب ورا بعض مش مخليني أخذ نفسي، مش ملاحق، ولكن يشبعني مرائر. يعني مش حتى دقت المر، لا، ده يشبعني مرائر. دي بتتقال على المسيح يوم الجمعة الكبير. إن كان من جهة قوة القوي يقول ها أنا ذا، وإن كان من جهة القضاء يقول من يحاكمني. يعني فيش أقوى من ربنا ولا أعدل من ربنا. وإن تبررت يحكم علي فمي، وإن كنت كاملا يستذنبني. يعني أنا هروح فين فيك، أنت قوي جدا وقاضي عادل جدا، أنا كده كده ضعيف وحش، طب هقف قدامك ازاي؟ عاوزني كويس مش عارف ابقى كويس خلاص. ده أيوب في لحظات اليأس كان بيعبر عن وجعه. أنا الحقيقة مش بقول حاجة أكتر من أن أنا بحاول أترجم مشاعر
عدت على قديسين كبار وبتعدي على ناس منكم. يمكن نتعذب بعضينا، يمكن نبكي مع بعضينا، يمكن نحس انه احنا مش لوحدنا في الوجع ده. ان قلت، ما زلنا ايوب 9، انسى كربتي. يعني ايه؟ حاولت انسى، حاولت اطلب، يقولوا لي انسى، اطلق وجهي واتبلج، يعني قال يعني هبتسم وحاول انسى وريح نفسي. اخاف من كل اوجاعي عالما انك لا تبرئني. لا، ما انا بقيت بخاف، انا خايف منك، انا مش عارف الضربه الجايه امتى، انا مستذنب، انا كده كده بقيت وحش قدامك ومش عارف المره الجايه العلقه جايه ازاي. فلماذا اتعب عبثا؟ دي مشاعر عند بعض الناس، واضح انه ربنا شايفني وحش، فمهما عملت هفضل وحش. ولو اغتسلت في السلك ونظفت يدي بالاشنان، الاشنان اللي هي زي الكحوليات اللي بنقعد نغسل فيها ايدينا دي، فانك في النقع تغمسني، تنقعني كده حتى تكرهني ثيابي. طبعا كلام صعب، بس ده احساس ايوب تجاه ربنا. انت بتثبت علي التهمه، انت عاوزني خلاص اكره نفسي، طب اعمل ايه اكتر من اللي انا فيه ده؟ اروح لارمي، لماذا نحن جلوس؟ اجتمعوا فلندخل للمدن الحصينه ونصمت هناك، لان الرب الهنا قد اصمتنا. بعد فتره وجع شديد وشكوى، الواحد ساعات مع الالام الشديده بيتخرس خالص، مش قادر يتكلم خالص، مش عاوز يشوف حد، مش عاوز يتكلم خالص. فربنا أصمتنا، يعني إيه؟ ما هو المخ ما بيسكتش، لكن خلاص اللسان ملوش نفس لا يشكي ولا يحكي ولا يبكي، لأنه كله مش جايب نتيجة. الرب إلهنا قد أصمتنا وأسقانا ماء العلقم، لأننا قد أخطأنا إلى الرب. في لحظة تاني الواحد بيقول أيوة، ما أنا وحش فعلا، أنا ما أقدرش أقول له رب أنت غلطان، لأن أنا وحش. انتظرنا السلام ولم يكن خير، يعني تعشمت يا رب، تعشمت ان الموضوع يخلص، وتعشمت ان فلان يخف، ما لقيتش العشم ده. وزمان الشفاء انتظرناه واذا رعب. من اصعب الامور على اولاد ربنا لما يبقى في توقعات معينه ويحصل عكسها بشكل صعب. اكيد دي ربنا يحمينا بتبقى صعبه على الناس، وبتبلبل الايمان والرجاء وتهز الثقه في ربنا. أرميا يبكي بحرارة ويقول إيه؟ إحنا في أرميا 8، من مفرج عني الحزن؟ يعني يمين يطلع الحزن ده من قلبي؟ قلبي في سقيم، قلبي اللي وجعني دلوقتي، هو ده صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة. عارف اللي سامع حد بيبكي بحرقة وهو مش قادر يساعده؟ صوت استغاثة بنت شعبي، ألعل الرب ليس في صهيون؟ هو ربنا سابنا ولا إيه؟ أو ملكها ليس فيها؟ وربنا تخلى عن شعبه ولا إيه؟ لماذا أغاظوني بمنحوتاتهم؟ يطلعوا بقى الملحدين يعني يتحكوا علينا ويتريقوا علينا يا رب، كده نوصل للشك ده. طيب ما زلت مع أيوب، أروح لأيوب. يقول إيه أيوب؟ يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعا، أفتبتلعني؟ يعني عاملني على إيدك، مفروض عملت حاجة تحبها تقوم في الآخر تفرمها كده. أذكر أنك جبلتني كالطين، أفتعيدني إلى التراب؟ طب عملتني ليه لو أخرتها صعبة كده؟ ألم تصبني كاللبن وخسرتني كالجبن؟ قاعد يخطخط فيها زي حتة جبنة كده. فهو قال له أنت اللي عاملني على أيديك، فأنا كنت واثق أنك بتحبني، دلوقتي مش واثق في حاجة. كسوتني جلدا ولحما، نسكتني عظام وعصب، منحتني حياة ورحمة، حفظت عناية كروحي، لكنك كتمت هذه في قلبك. علمت أن هذا عندك، إن أخطأت تلاحظني ولا تبرئني من اسمي. يعني على قد معنيتك كانت واضحة قوي، وعامل كل حاجة حلوة، اكتشفت أنك أنت باصص لي ومركز مع خطاياي، وما فيهاش حاجة عدلة قدامك. أيوب 9 يقول إيه؟ هو ده يمر علي ولا أراه، يجتاز فلا أشعر به. من الآيات الجميلة قوي في أيوب. ليه؟ قال أنا عارف أنك عاوز تعزيني بس أنا مش شايفك ومش قادر أحس بيك. أنا عارف أنك عاوز تطبطب علي، ليا خبرة معاك، أنت بتعدي بس أنا مش بشوفك.
تقرب قوي انا مش بحس بيك خلاص، لانه اذا خطف فمن يرده؟ من يقول له ماذا تفعل؟ الله لا يرد غضبه، ينحني تحت اعوان رهب. كان بالاقل انا اجاوب واختار كلامي معه، وان تبررت لا اجاوب. يعني حتى لو انا كويس انا اقدر اقول لك ان انا كويس، بل استرحم دياني. هنا معناه احبائي ايه؟ يعني يا رب انت قريب، بتحاول تقرب مني في وجعي، بس انا مش عارف اشوفك، لاني خلاص خوف وحزن ويأس هم اللي معايا، هم اللي محاوطني طول الوقت. شفنا ارميا قد ايه محروق على شعبه ووجعه، ما عندوش غير دموع. وشفنا ايوب التاني موجوع على اولاده، على صحته، على كل حاله، وما عندوش غير الدموع. الاتنين دول فين النهارده؟ الاتنين دول منورين في السماء، الاتنين دول بيشفعوا في كل المتألمين، الاتنين دول دموعهم كانت انهار، قعدوا فترات طويلة قوي يبكوا ويحزنوا ويكتئبوا ويعبروا عن مشاعرنا ويتشككوا أحيانا ويحطوا رأسهم في التراب ويصرخوا لربنا ويرجعوا تاني يبعدوا عن الناس مش طايقين يقابلوا حد. ويبقى واحد زي أرميا يقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، أبكي نهارا وليلا، يا ليت لي مبيت مسافرين، أهج وأروح في أي حتة مش عاوز أشوف حد. وأيوب مش طايق يسمع أصحابه. إنما هؤلاء القديسين النهاردة في السماء بقالهم آلاف السنين فرحانين جدا، ويظلوا إلى آخر الدهور منتصرين. أنا بس بقول الحتة دي ليه؟ لأنه هي دي اللي توضح الصورة. آلام هذا الزمان الحاضر مهما كانت لا تقاس بالمجد العتيد. إذن تعالوا نراجع بس شوية مبادئ. الكتاب المقدس كتاب واقعي جدا، حط لنا البشر بألمهم بأوجعهم، وفرجنا إزاي ربنا يسوع قدوس القديسين، جوازا نقول الإنسان الكامل لأن هو الإله الحقيقي المتجسد، اتصلب، بكى، اتقطع، حزن جدا. طب يبقى طبيعي لازم نحزن. أمنا العذراء أنقى قلب في التاريخ شافت ابنها بيموت قدام عينيها ومش قادرة تنزله من على الصليب، وما تقدرش تخليه يقعد جنبها بقية عمرها. كل القديسين عدى عليهم أحزان كتيرة قوي. إذا انتم مش لوحدكم، ده طبيعة هذه الحياة. في العالم سيكون لكم ضيق، كثيرة كثيرة هي أحزان الصديقين. تعالوا نفهم إذن إن الرحلة دي اللي فيها مرارة دي، طول ما احنا بنشكي ربنا ونحكي مع ربنا ونفضفض عند ربنا ونشد ونرخي مع ربنا، احنا رايحين على السماء. احنا القلب عمال ينضف، احنا الحياة عمالة تستقيم، الدواء شغال، الوجع ده دواء بيطلع مننا احسن ما فينا. انما الحياة المرفهة دي بتاخدنا في سكة وحشة قوي، ضلمة وهلاك ابدي. فالاحزان طريق للسماء، عشان كده المسيح قال طوبى للحزان الآن. طب ده ربنا مصدر كل فرح، وقال يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم، وعدنا بفرح أبدي. بس في الدنيا دي يا بخت الحزانة، لدرجة القديس يعقوب يقول ويل لكم أيها الضاحكون لأنكم هتولولوا. ليه؟ انتوا فاكرين الحكاية ضحك وهيصة وخلاص؟ طوبى للحزانة هنا يعني اللي داقوا أحزان من النوع ده. والأحزان عند ذهبي الفم ثلاث أنواع مقدسة. حزن توبة، واحد حزين على نفسه، ده أهم حزن في الصيام. حزن التجارب، ده اللي عدى على أيوب. حزن المسؤولية والخدمة، ده بتاع أرميا. تاني حزن التوبة، طول ما أنت حزين على خطاياك وبتبكي دي حاجة جميلة جدا، دي أجمل لحظات في العمر. حزن التجارب لما تحطها قدام ربنا بالآلام والخسائر والفراق وحزن المسؤولية عن الناس بتضيع، زي بتاعت أرميا وهو حزين على شعبه اللي بيبعد عن ربنا. طوبى للحزانة يتعزون هنا وإلى الأبد. القلب على فكرة بيحس بتعزية الروح القدس في الثلاثة دول. حتى لو الدموع سخنة والوجع لسه جوه، في لمسات إلهية ما يعرفش حد يشرحها، كل واحد فيكم هيدوقها لوحده. كمان خلينا نطلع باستنتاج، لا أرميا بشر ريحوه ولا أيوب بشر ريحوه، فبلاش تعشموا أن البشر
هيشيلوا المشكلة أو هيريحوا. في ناس طيبة عاوزة إيه تطبطب كتر خيرهم، لكن مش يعملوا كتير، محدش هيحس بالوجع زي صاحبه. واللي بيزود في الكلام بيتعب، لأنه أسهل حاجة أن التعبان يقول له ما أنت مش حاسس، ما الكلام سهل، ما أنا ممكن أقول الكلام ده. فهنا العزاء عند البشر ده، خلي بالكم ما تضيعوش وقتكم أيها الحزانة في انتظار بشر معزين، هيبقوا إيه؟ معزون متعبون أو أطباء بطلون. ودي تعبيرات أيوب، الوحيد المعزي اللي قال أنا هو معزيكم وكما تعزي الأم ابنها أنا أعزيكم. يبقى حضن ربنا بيعزي، وقفة الصلاة بتعزي، دموع الصلاة بتعزي، الخلوات ممكن تعزي، لكن الكلام مع بشر ده مش هيجيب نتيجة كتير. كالصمت مفيد، البرطمة الكتير مش دايما أفيد حاجة. أرميا بيقول لأنك أصمتنا، أصمتنا يعني خلتنا ندخل في صمت مقدس، لأنه لما يسكت لسانك قلبك بيتكلم، وربنا سامع القلب أكتر من اللسان. وأحيانا لما اللسان يصمت القلب يبتدي يستوعب اللي حصل ويفهم إرادة الله ويتقبل تعزية الله، والسماء تقرب منه قوي ويجهز أن يروح للسماء. فالصمت ضرورة هنا في هذا الزمان الرديء، يصمت العاقل لكلمة عاموس النبي، لأنه زمان رديء. كلام الكتير ده معناه أن الناس لا دريانة بألام ولا جربت الأحزان الشديدة، فلسه الناس بتجري وتتكلم كتير. لكن الصامتين لابد أن يحترموا جدا، لأن دول جواهم وجع شديد قوي، لكن عارفين يظل الحوار داخلي بين الإنسان وبين ربنا، وده ممكن يعمل كتير قوي في التعزية وفي التأثير بعد كده. حط كل مشاعرك في الصلاة أيا كان اللي هيطلع منك. أديكوا شفتوا أنه أرميا بيشكي ويحكي وبعدين يعتذر وبعدين يرجع يقول ليه، والتاني أيوب يخبط في الكلام وبعدين يقول طب ما أنا وحش وهو معه حقه. ماشي ماشي، طلع كله خلاص، كل اللي يعدي عليك يعني ادلقه كده في الصلاة، بس تبقى لوحدك بقدر الإمكان. الخبر الأساسي في كل كتابات الإنجيل إن ده أخرته إيه؟ أبدية. مش أخرته راحة أرضية، لا، كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط، نحن إيه؟ أشقى جميع الناس. لا لا، إحنا عنينا مش في الدنيا دي، مش هي دي اللي هتطيب خاطرنا وتريحنا، ما إحنا عارفين آخرتها، لا، إحنا مستنين السماء. فهنا وعد الأبدية هو اللي فيه يمسح الله كل دمعة من عيونكم. هناك بقى مش هنا، هنا الدموع تكمل، لكن في السماء ما فيش دموع خلاص، تتوقف الدموع، بمعنى العزاء الأبدي يدخل والنعيم الأبدي يدخل. إذن إحنا مش هنفهم كتير، مش هنقدر نلاقي إجابات كافية لأسئلة كتيرة، لكن في أسرار داخلية هتحصل، في تنقية للقلب هتحصل، في قرب من ربنا هيحصل كنتيجة لكل ده، حتى لو فترة تباعد وفترة رفض وفترة غضب، كل ده جزء من خطة ربنا أنه يلملم عياله في حضنه وما يسيبش واحد يقع منه، لأنه عاوز كل أولاده في حضنه إلى الأبد. أختم بالكلمات الجميلة اللي موجودة في سفر أيوب، وإن كان قالها صديق أيوب بس الحكمة حلوة، قال هو ذا طوبى لرجل يؤدب الله، فلا ترفض تأديب القدير، لأنه هو يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان، في 6 شدايد ينجيك، في 7 شدايد لا يمسك سوء، في الجوع يفديك من الموت، وفي الحرب من حد السيف، مجدا للثالوث الأقدس.